تحياتي لكل متابعي الحياة فام، سعيد جدا بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامج وجهني، وين كل مرة نحكيه على أحدث الجامعات التونسية، والهدف من هذا نحاول نسهلوا عليكم ونعاونوكم في التوجيه الجامعي. في حلقتنا لليوم مش نحكيه على المعهد العالي للأعمال في تونس TBS. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعيد جدا باستقبال غفران العياري. أهلا بك. عسلامة. سوا. شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك. خلينا ننطلق من البدايات، تحديدا من عام الباك. Entre le bac, ok. Donc, Ena Gofran Ayari, j'ai 22 ans, bientôt 23. J'ai fait le bac en 2019 avec la mention très bien, avec 17,40 de moyenne. Mm-hmm. Ensuite, j'ai décidé de suivre la chose que j'aime beaucoup, qui est l'administration des affaires. Mm-hmm. Donc, j'ai dû choisir entre les facultés de le commerce ou le business que j'ai dit dans toute l'école. Puisque j'aime l'anglais, j'aime TBS et les choses qui sont là. Donc, j'ai choisi TBS. عديت فيها 4 سنين. يعني انت اللي اخترتها عن قناعة تبيس. بيان سور سي مون بروميير سي مون بروميير شوا. داكور. كنت دخلت على الفاكولتي الكل دونك جي شوازي تي بي اس جون ريغريت با من احسن لي ديسيزيون اللي خديتهم خاطر بالحق عملت حاجه نحبها برشا دونك جي في 4 ans في الاربع سنين هذو ما عملوا عملت عامين ترون كومان بعد اخترت سبيسياليتي بزنس اناليتكس كميجر وكماينر فينانس نحكيوا عليهم اكثر من بعد الميجر والماينرز جي في با مال دو ستاج زيد وانا نقرا في تي بي اس دخلت في با مال دورغانيزاسيون كلوب برشا حاجات بعد تخرجت سنه شهر اللي فات دونك خرجت ميرسي بوكو وديريكتومون بديت نخدم خديت ظهر لي العيد عطله وديريكت بديت نخدم الطلبه قبل ما يتم دخولهم للتبيس يعملوا تيست تحكي لنا على التيست هذا كيفاش صعيب ساهل تيست دونغلي بالحق الحقيقه ياسر ساهل ما نتفكرش فما شكون ما ينجحوش فيه خاطر ديجا تيبيس اللي تقبلوا التلامذه ديجا سي عبيد باهين ماخذين موين باهيه في الباك دونك ماهوش باش يكون صعيب عليهم التيست وبريسك ظهر لي 100% ولا 99% من العباد يتعداو التيست هذا ممتاز اغلب الجامعات التونسيه نظامها التعليمي LMD يعني ليسانس ماستر دكتوراه لكن النظام التعليمي في المعهد العالي للاعمال هو نظام تعليمي امريكي لو كان تفسر للمشاهدين سيستم ادوكاتيف نتاع TBS اوكي دونك في TBS احنا اون في 4 ans مش 3 سنين والدبلوم تاعنا سي تان باشلر اوف ساينس ان بزنس ادمنستريشن puis tu n'as pas de master, tu as 3 masters dans le fac, mais les 4 années de l'école, c'est un bachelor. Les choses qui sont différentes, c'est par exemple un moyen qui est à 4, c'est un GPA, ce n'est pas un moyen. Notez qui est à 100, c'est pas à 20. نوتاتك زادة بالحروف A و F و A أحسن حاجة F يعني you failed الماتيغة ذيكا et puis les B, B+, C, C+, C- كل دوك حاجات هكا voilà voilà mais بعد بيان سور تنجم تعمل ماستر عنا في فاكولتي زادة 3 ماستر تو زادة نحكيو عليهم أكيد باهي شنو من الاختصاصات الموجودين في TBS؟ اوكي دونك فما بزنس اناليتكس هذه الحاجه اللي انا اخترتها البزنس اناليتكس الحقيقه هي الحاجه اللي حبيتها لقيت فيها روحي ان فيت سي لوتيليزاسيون هكا دي ميثود ستاتستيك ولا دو لاناليز دو دوني pour prendre des décisions في الدومين نتاع البزنس ان جينيرال دونك كانت حاجه ياسر انتريسانت puis اخترت معها ماينر فينانس فينانس كيما نعرف الناس الكل زيدا في لي ميجر فما كيما قلت لكم بزنس اناليتكس فما فينانس فما اكاونتينغ اللي هو كونتابيليتي فما ماركتينغ وفما اي تي انفورميشن تكنولوجي في الماينر زيدا فما الحاجات هذو من الخمسه وتزيد معاهم انترناشونال بزنس ايكونومي ممتاز وفي اي عام تبداو تختاروا الاختصاصات نتاعكم دونك العامين الاولى سي ان ترون كومان تقرا فيه برشا دي ماتير اكثريه انجلي تقرا بزنس انجلش بزنس فرنش تقرا مات انفورماتيك مانجمنت ماركتينغ فينانس تتعرف على كل شيء باش في ثوازيام اني تنجم تختار الميجر والماينر نتاعك دونك في ثوازيام اني تختار ثوازيام اني وكاتريام اني تكون سبيسياليتي وفما شكون يختاروا مثلا يعملوا دبل ماينر يعني مثلا يعمل بيا معها ماركتينغ اي فينانس يعني تقصد دوبل سبيسياليتي دو سبيسياليتي دو سبيسياليتي صغيره كما نقول الميجر هي سبيسياليتي الكبيره المهمه يعني دو سبيسياليتي ديجا هذا كان سؤالي من بعد ماهيش اوبليغاتوار يعني اختياريه لا اوبليغاتوار انك تعمل ميجر وماينر سي اوبليغاتوار فهمت اللي هي الميجر تقراها برشا تتعمق فيها برشا الماينر تقرا فيها ديكور مي مش برشا بيت نجم تخدم تساعدك برشا في الخدمه اما اختيار مثلا دبل ماينر هو يكون حاجه اختياريه
اي بوي كي تختار مثلا دبل ماينر تولي تستحق. حسب رايك شنو حسب رايك شنو الهدف من انه الطلبه يختاروا دو سبيسياليتي؟ والله انا جوفا اللي هي بالحق حاجه من احسن حاجات في تبيس، على خاطر كيف تخرج ما تخرج فاهم حاجه بركه. ديجا فما حاجات برشا مربوطين ببعضهم، مثلا بزنس اناليتكس ياسر مربوطه بالماركتينغ، مثلا في ماركتينغ تعاون برشا، دونك مثلا اللي حب يختار ماركتينغ كميجر تعاونوا كيفاش يتعلم يعمل اناليز دو دوني، كيفاش يعمل فوركاستينغ وكل. دونك سي تري امبورطون بو موا، من احسن الحاجات في تبيس انك عندك لي دو سبيسياليتي. نمشي توا للستاج، استاج بالنسبه لل في تي بي اس، هل انه ضروري ام اختياري ومن انا عام تبداو تعملوه؟ اوكي، دونك الاستاج في تي بي اس ما همش اوبليغاتوار، كان استاج بي اف مي مثلا انا في البروميير اني، بعد البروميير اني ديريكت عملت استاج اون ماركتينغ ديجيتال، في الدوزيام اني زيد في الصيف عملت استاج، وبعد من الدوزيام اني الحقيقه بديت نخدم مع شركه اللي عملت معاهم استاج، دونك ايل مون ريكروتي كبارت تايم ومن بعد كفول تايم. دونك تلقى برشا في دبيس انهم يقراو يخدموا، مي بي لي ستاج اي سون با اوبليغاتوار، تنجم تعمل ستاج باش من بعد تحسن بيه السي في نتاعك، خاطر اهم من انه قداش قريت في دبيس شنو عملت، قداش عملت دي زورغانيزاسيون، قداش عملت نتورك، قداش بالنسبه ليك شنو الافاده استفدتها من ستاجات الكل اللي عملتها؟ مثلا عملت ستاج اون كونتابيليتي، الاستفاده منه اني مانيش نعمل كونتابيليتي في المستقبل. دونك انا اون بروميير اني عرفت اللي الكونتابيليتي جيم با، دخلت شفت حاجه ما عجبتنيش. ماركتينغ ديجيتال حاجه عجبتني مثلا اللي نجم نعمل فيها حاجه في المستقبل. دونك تفهم اكثر شنو الحاجات اللي تحبهم اللي ما تحبهمش، تجرب حاجه تعجبك ما تعجبكش، بيتعبي السي في نتاعك، تتعلم برشا حاجات، وتنجم تلقى فرص كيما قلت لك انا قعدت معاهم في الخدمه، دونك حاجه باهيه. ممتاز، خلينا توا نحكيو على مشروع التخرج نتاعك البي اف او، شنو هي السوجي والموضوع اللي كنت اشتغلت عليه؟ اوكي، دونك البي اف او هو يكون في اخر سمستر من الكاتريم اني، تختار سوجي تخدم عليه بوندون 4 موا ولا 6 موا، وبعد تعمل السوتنانس نتاعك. السوجي نتاعي كان اسمه comparative analysis of machine learning models for stock price prediction. دونك ان غرو سي حبيت نعمل فوركاستينغ نتاع الاسهم، نحاول نقول بالعربي الاسهم في البورصه نتاع الشركات، دونك نحاول نفهم في المستقبل كيفاش باش يكونوا الاسهم اسكيات ولا تتكهن. دونك اخترت عملتهم دي موديل ماشين ليرنينغ وديب ليرنينغ، حبيت نشوف شكون لي موديل اللي يعطيني احسن اختيار مثلا نفهم به اكثر الاسهم نتاع الشركات، باش من بعد نجم نعمل دي ديسيزيون دانفستيسمون خير، كي نبدا انا عارف انه السهم هذاك باش يطلع ولا يهبط، نولي ناخذ دي ديسيزيون في الانفستيسمون خير. ممتاز، فما سؤال يطرحوه ديما التلاميذ اللي خذوا الباك ويحبوا يمشوا للتي بي اس، هل انه الواحد باش يكون يتميز في التي بي اس وينجح ضروري انه يكون طياره في الانجلي؟ طياره في الانجلي، والله فما عباد اللي ماهمش طياره في الانجلي، مي كمان فما مينيموم، المينيموم هذاك ديجا نعرفوه بالتيست اللي عديته من الاول، كنت عديت التيست جاوك به، مي بي هاني قلت لك العامين الاولى راك تقرا برشا انجلي، وزيدا تقرا انجلي اللي هم تاع ديزافير، معناها مش كل انجلي هاي هاو ار يو درشا فوالا. دونك العباد الكل ديجا تتعلموا وقتها لو فوكابولير هذاك، اي بي بالوقت 4 سنين تقرا بالانجلي لازمك تتحسن، معناها نصورك تتحسن في الانجلي. خلينا توا نمشيو نحكيو على الفي اسوسياتيف في التي بي اس، هل انه يوجد فعلا نشاط للنوادي ونشاط جمعياتي مهم؟ اكيد اكيد اكيد، من احسن الحاجات في التي بي اس لافي اسوسياتيف، ديجا من اول نهار تمشي كفريشمان تبدا تلقى برشا دي ستاند في الفاك، تلقى اللي حالين موسيقى وفما جو في الفاك، معناها حيه تحسها لايف، تصور اصلا يساهم باش انه طالب جديد يدخل في صح يدخل في صح في الجو. بالحق راهو من احسن الطرق انك تدخل في الجو، فما برشا دي كلوب انت وين تحب، فما دي كلوب نتاع ما نعرفش نتاع، فما برشا معناها نتاع حتى كونساي نتاع فن نتاع شاريتي نتاع بزنس بروجكت مانجمنت، يعني تنجم تعمل اي حاجه انت تحب عليها راك باش تلقى. وعنا في تي بي ساعات اللي ما يلقاش الحاجه اللي يحب عليها يبدا الكلوب نتاعو، يا با مال دو جون كي اون فوندي معناها هكا دي كلوب في تي بي اس، وحاجه سهله وفي ساعه تلقى لي مونبر وتلقى العباد، فما دي زورغانيزاسيون كبار برشا. وي لي كلوب اللي كنت ممبر فيه
بأنا عملت روتاراك، جي في دي لا شاريتي في روتاراك، عملت تونيفيزيون، عملت ارت فاكتوري للجو والغناء والكل، اي بي عملت ايسيك، سا سيتي هاكا مون كود كور، عديت فيها قريب الثلاث سنين ولا عامين ونص. سي اون اورغانيزاسيون ديشانج، كنا نجيبوا عباد من برا يجيوا لتونس يعديوا ان ستاج في تونس، يتعرفوا على تونس، نحوسوا بهم، وكيف كيف لي ستوديون التوانسه نبعثوهم مثلا تركيا، مغرب، برازيل، برشا بلدان يمشوا يعملوا دي ستاج الغادي. اكثريه الوقت معناها فما شكون يهوستيهم الغادي، يستقبلهم، يحاوس بهم. دونك تعلمت برشا حاجات في الاورغانيزاسيون هذيك، اي سورتو تعرفت على برشا عباد اللي من بعد بالحق راهو لو كونتاكت لو نتورك اهم حاجه. راهم بعد تحل في اي حاجه، تتفكر عبد تقول اه بون العبد هذاك نعرفه ويعرف يعمل حاجه هذيك، دونك الحياه تسهل برشا، توسع علاقاتك ومعارفك وفيها برشا اضافات يعني. سي بوي لي هكا لي كونفرنس ناسيونال، تمشي تكون في بلانيير فيها 1000 عبد، تتعرف على برشا عبيد، تتعلم برشا حاجات، دونك سي انتريسون. اي بوي زيد يفرهدك معناها، يعملك جو، ما يخليكش ديما في الستريس نتاع القرايه. ممتاز. اهم لي سكسس ستوري اللي انجبتهم تي بي اس؟ والله اللي معناها اللي نتفكرهم توا سورتو من عامنا احنا، مثلا عندي اون كوليج ياسر محلاها، فهمت انه التيك توك حاجه مثلا ياسر ضاربه، ياسر توصل معلومه، دونك خمت باش تعمل اول كيما نقولوا اجنس نتاع تيك توك في تونس. خدمت مع برشا دي كليون، حلتها ظهر لي الاج دو 21 ans، توا عندها اون بيل ايكيب، تخدم مع برشا دي كليون، توصل لهم المنتوجات نتاعهم، تصور لهم، تعمل مونتاج، تهبط شوف تيك توك، عندهم ذلك أكثر من 50 مليون فيو أنكو، معناها الكل في الكل مع لي كليون بتاعها. دونك سي كيلكان دو تري انسبيران، تخدم على روحها. فما زيد ذيجا ندوبي نتصور تعرفو خاطر موجود برشا على لي ريزو، ذيك من العباد زيد اللي مي جينيراسيون الويله نتاع تي بي اس، توا اللي امباسادور نتاع النوايا الحسنه في اليونيون اوروبيان، ممبر زيد في ستارت اب نتاع كرياسيون دو كونتوني، اللي تري اكتيف على الريزو، لي فيديو نتاعو اكثريتهم معناها تاع تعليميه تثقيفيه حلوه برشا. اي بي فما برشا عباد يوصلوا يوليو دي بريزيدون جلوبال نتاع دي غروب دو اورغانيزاسيون، معناها راهو تونسي يكون هو بريزيدون نتاع انتيتي كبيره برشا وفي العالم، معناها راهو تحتو فما عباد من بلدان، من برشا بلدان مختلفه. كيف كيف السنة زيدا اناكتوس تي بي اس اللي هو كلوب في تي بي اس، فرحنا برشا، عمل ان اكسبلوا زيدا ياسر محلي. ان فيت اناكتوس هي اورغانيزاسيون موجوده في برشا بلدان وموجوده في تونس برشا، دونك عندهم اون كومبيتيسيون ناسيونال على لونتربرونيا سوسيال. لونتربرونيا سوسيال سي كانك جينيريتي فلوس، تعمل فلوس اما في نفس الوقت تعمل امباكت سوسيال. Donc, en actus ce n'est, ils ont remporté la compétition nationale. Donc, c'est TBS qui a gagné. Et puis, ils ont remporté le Tunis. L'AMG fi كأس العالم تاع les actus fi Netherlands. Donc, bon courage à eux, Zeda. Voilà. Femme, femme, برشا بالحق. العباد الكل تخدم في des ONG ياسر كبيرة، في شركات ياسر كبيرة. يعملوا des masters في les plus grandes écoles. يلقاو des bourses يعني في des masters في أمريكا. Les bourses كما برشا متعلق TBS كما لقيتهم في أمريكا. سي سي. هي الحاجة اللي تسهل عليك انه تقرب لونجلي وانك عندك ان باشلور، يعني يعرفوا الغادي الشهادة متاحهم ديجا سيت ان باشلور وكل، دونك كيف تمشي الغادي وقارب لونجلي ما عندكش مشاكل في اي بلاد زيدة. فما اللي يجيبوا جي بي اي باهي معناها 3 بوان ولا 4 ولا، دونك يمشيوا يقراوا في بورسي، يقدموا لي بورس ويتقبلوا في دي بورس كو سوا في امريكا، في فرنسا، في المانيا، في ايطاليا، فما برشا يلقاو دي بورس، يمشيوا يقراوا تري فاسيل جاوهم به ويتألقوا اكثر البرا، خاطر احنا قرايتنا في تونس نجم تكون اصعب شويه ولا الجريدنج سيستم تاعنا اصعب شويه، ما يتألقوا برشا البرا. ممتاز. به غفران، انت توا كملت 4 سنين، نجحت في البي اف، الف مبروك. الحمد لله، ميرسي. وتوا تخدم في موافي سوسيتي سي ان، احكي لنا على الخدمه. والله انا من اللي انا ما زلت في البي اف ديجا ركروتي، كيما نقولوا راهو حتى حد في تي بي اس ما يستنى باش يخدم،
جست احرك شويه بيان سور اما راك ديريكتومون باش تخدم دونك بعد البي اف او كيما قلت لك ارتحت جمعه العيد وديريكت بديت نخدم في بواد دو كونسلتينغ. الحاجه الباهيه زيد اللي الدبلوم تاعك تنجم تخدم في برشا حاجات. انا نخدم مانجمنت كونسلتينغ مثلا توا فوالا نخدموا على دو تري غران بروجي فعلى المارشي السعودي. ياسر فرحانه بالخدمه الجديده, ياسر محليه الخدمه الجديده وفوالا مازلت الحقيقه هذه ثاني جمعه عندي في الخدمه الجديده دونك فوالا فوالا. مي الخدمه راهي موجوده على الاخر, تخدموا في اكبر الشركات كسوسوا في تونس ولا في العالم دونك فوالا. اما تحرك وتخدم على روحك. باهي نسالك سؤال تقليدي, اسالني رفعنا العياري شنو تطمح في المستقبل؟ والله شنو انا نطمح في المستقبل لوبجيكتيف اللي تحب توصل له. والله فما برشا حاجات, اما اهم حاجه انك وهذه حاجه تعلمتها كي قريت في تبيس انك ما ترضاش بالخدمه من 8 نتاع الصباح لل 5 نتاع العشيه. كلنا ما نحبوش, نحب نكونوا دي زونتربرونور دونك في المستقبل نحب يكون عندي ما بروبر بوا دو كونسلتينغ, نخدم على دي بروجي كبار. هيك علاش انا تو اخترت الكونسلتينغ باش نخدم فيه. نخدم على دو تري غران بروجي, يكون عندي ايكيبا اي بي نكون ليبر, نكون ليبر في حياتي, ليبر في وقتي. بيان سور خدمتك كي تبدا بروجي نتاعك ياخذ اكثر وقت, نجم تخدم حتى 12 ساعه في النهار, اما افيك تري غران بليزير على خاطر سي 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 مو بروبر جوب. اي بي فوالا الحريه, نحب نخدم من اي بلاصه, نسافر البلاد ويبدا بي سي نتاعي. هذه الحاجه اللي بالحق تعطيها لك لو دومين نتاع البزنس في اي فاك, معناها انك تنجم تكون حر, تنجم تمشي لاي بلاد وتخدم خدمتك. يوسفي اللابتوب نتاعك معاك وجاوب به. ممتاز. لو كان نقول لك اعطيني ثلاث نقاط ايجابيه على تي بي اس شنو ما يكون؟ ثلاث نقاط ايجابيه ولا فما برشا ايجابي كيما فما برشا سلبي. النقاط الايجابيه بانه العباد اللي في تبايس بالحق, العباد اللي في تبايس تحسهم مختارين بالكعبه. سي دي جون اللي بالحق دوبا ما دخلوا تلقاهم ناس كل تحرك, ناس كل تدخل في دي كلوب, ناس كل تحب معني حتى كيف تحكي مع عباد فما دي ديسكوسيون يكونوا ياسر محليهم. تحكيوا على الانتربرونيا, تحكيوا على البورصه, تحكيوا معني تحكيوا على دي زيدي اللي هي حاجه ياسر مزيانه في العباد اللي موجوده في تبايس. يمكن زاد بحكم اغلبيتهم النخبه نتاع اكزاكتلي وي وي فوالا. اي بي شنو اخر انك يكون عندك باشلر وانك تقرا في الانجلي تسهل لك برشا حاجات في حياتك كسوسوا في الماستر والا في الخدمه. في تونس يمكن توا مازلنا نخدموا شويه بالفرنسي, فما برشا شركات يخدموا بالانجلي. انا شركه اللي نخدم فيها نخدموا بالانجلي, مي تحل لك افاق برا تري فاسيلمون. شنو اخر والله نحب هكا نحب نقول كهايلايت في تبيس عندنا مدام كوثر. مدام كوثر انسانه ياسر بها في الادمنستراسيون بالحق, سي لو هايلايت, سي كيلكان اللي ديما واقف معانا, سي كيلكان اللي مسهل علينا الحياه. عندها معانا ان جروب فيسبوك تحط لنا فيه ابديتس كان فما بالحق. سي سي تري امبورطون ان يكون هكا في فاك عندكم عبد اللي تحس روحك اليز كي تمشي له تو مدام كوثر تحل لي مشكلتي. دونك الحقيقه ما تفكرش اللقب, انا نحب نسلم عليها برشا قال ميرسي مدام راك سهلت علينا وجمعت تبايس الكل اللي يقولوا لك ميرسي بوكو. فوالا فوالا فما برشا حاجات باهين كيما فما سلبي زيد. لا ماشي سلبي. شنو اهم الحاجات السلبيه بالنسبه لي؟ كان جاي بيدك انت تغير. كان جاي بيدي نغير بلاصه الفاك, نحطها على البحر, نحطها في اي بلاصه, المهم مش البلاصه هذيك. برشا يتشكيوا من الفاك بحكم حسب علم موجوده في منطقه اسمها بير القصع. في بير القصع بحذا مرشيد غرو في بلاصه شعبيه الحقيقه ماهيش خطيره, هي عاديه معناها البلاصه, اما معناها كيما نقولوا ما نعرفش علاش الفاك موجود الغادي. الفاك ياسر مزيانه ومن داخل ياسر مزيانه وجديده, معناها انا جيتي في الجينيراسيون العاشره في الفاك, تو ظهر لي فما 13 جينيراسيون وجاي ال 14 هكا. دونك علاش حددنا الفاك غادي ما نعرفش. الحاجه اخرى نيجاتيف في الفاك زيدا بالنسبه للمقر نتاع الفاك شنو اللي قلق؟ يعني البعد اي مش البعد, جست البلاصه كيف نقولوا بلاصه شعبيه برشا والفاك زعما تقريبا معناها الفاك تقريبا لونجلي وبزنس وبرستيجيوز الفاك معناها حتى البرا يعرفوها تيلمون يا دي جون اللي وصلوا لكل برا. دونك فوالا مستنسنا بها احنا بلاصتنا.
باهي نمشي للنقطه الاخرى السلبيه كنت تحكي عليها. نقطه اخرى سلبيه هو انه البروميير اني والدوزيام اني يكون الريتم يخف شويه، معناها دونك هكا تتحل شويه الريتم يخف شويه، مي بعد ثالثيام اني وكاتريام اني يقوى فيسع فيسع، دونك ما تشلقش بروحك هكا من رخفه تكبس برشا، دونك ما يقعدش كونستان ولا يطلع بسياسه بسياسه، وتكون هكا فيسع فيسع تطلع. اي بي ان ثالثيام بوين نيجاتيف كيف فتقة تبي ليلي فما بالحق برشا حاجات ما توا ما بتدخل الجريدينج سيستم وي فوالا كيفاش ينوتيونا. فما ستاتيو كان يدور بين التي بي اس يقولك انا نقرا في فاك كان نجيب 59 على 100 في ماتيريتي الكل نجيب موين صفر، وهي بالحق كي تجيب 59 على 100 في ماتيريتي الكل نجيب موين صفر، خاطر اول حاجه لازمك ماتيريتك الكل تجيب 60، اقل حاجه انك تجيب 60 اللي هي كانها 12 على 20. كان ما تجيبش 60 في كل ماتير وحده راك طيحها الماتير هذيك. هذه حسب ما فهمتك تحكي على مشكل نتاع الكريدي. الكريدي فوالا. دونك كل ماتير وحده كل ماتير لازمك تهزها وحدها. وفما حاجه انه ساعات سنه طيح ماتير انت بخمي غني في الدوزيام اني عندك ماتير اخرى ما تنجمش تقراها الا متهز اللي قبلها. دونك في الدوزيام اني تقرا الماتير نتاع البخمي غني نتاع الدوزيام اني تهز لك معاك للثالثيام اني وكل. فما العبيد اللي يوصلوا يطيحوا بامال دو ماتير معناه تراسلو يزيد مثلا عام، مثلا في البروميير اني ما دوبلش في البروميير اما تزيد ان سانكيام اني ولا حتى 6 سنين، وفما حتى 7 سنين تزيدهم باش تاخذ الباشلور. مي راهو كي تجيب اتونسيون كي تجيب اقل من 2 في تبيس على 4 يعني كاين 10 على 20 كيما نقولوا تخرج من الفاك مش ديريكتومون، يعطيو كيما نقولوا فرص اولى وثانيه وثالثه، مي اللي يجيبوا دي موين طايحين يخرجوا من الفاك يخرجوهم الفاك. وي غفران العياري شكرا لك على قبول الدعوه وعلى تواجدك معنا. عليك بليزير قبول دعوتنا. نخلي لك كلمه الختام للناس اللي نجحت في الباك، للناس اللي سيبون قررت تمشي للتي بي اس، كلمه لك. والله نحب نقول لكل عبد بالحق ان باشولي راني انا كنت في بلاصتكم معناها، وجافي لو شوا وجافي لا بريسيون نتاع العباد الكل نتاع الفامي نتاع كل واحد يقول لي اختار كذا اختار كذا اختار كذا، لي اختار حاجه انت تحبها. راهو حتى من بعد كي تبدا تعمل لو دومين اختار لو دومين مش الفاكولتي، كي تختار الدومين حتى كان فاكك خايبه راك تشتغل فيه 4 سنين ولا 3 سنين من بعد راك باش تقعد تخدم حياتك الكل في الدومين هذاك. دونك اعمل بالحق حاجه اللي تحبها، مش خاطر موينك طياره مش نورمال تمشي تقرا في فاك طياره مش نورمال وانت ما عندك بها حتى علاقه ما تحبهاش، راك انت باش تخدم مش لاصحاب ومش حتى حد من العيله ومش حتى حد. دونك اختار الدومين اللي انت تحبه. فوالا شكرا لك، شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، الى اللقاء. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.